السلام عليكم، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. في الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين، يواصل الكاتب كاظم المقدادي في صحيفة صوت العراق تسليط الضوء على فشل الطبقة الحاكمة في تلبية مطالب انتفاضة تشرين التي كانت انتفاضة ضد الفساد المستشري والمحاصصة الطائفية التي أضعفت سيادة الدولة. جسدت الانتفاضة الروح الوطنية ووحدت الشعب، لكنها جوبهت بالقمع والتشويه من قبل الحكومة والقوى المدعومة من إيران. يرى الكاتب أن الانتفاضة كشفت عجز النظام السياسي عن تغيير واقعه واستسلامه لنفوذ الميليشيات التي قمعت المتظاهرين وقيدت الحريات، رغم افتقار الانتفاضة للقيادة والتنظيم، إلا أنها كانت علامة فارقة حيث أظهرت سخط المجتمع وخاصة الشباب من الأوضاع السياسية في تلك الفترة. تمثل الانتفاضة رغم فشلها في تحقيق الإصلاح درسا مهما للأجيال الجديدة التي لم تتوقف عن المطالبة بالتغيير. يختتم المقال بالأمل في الشباب الذين ما زالوا متمسكين بروح التغيير رغم تزايد القمع من الدولة. إن تظاهرات تشرين تأسيس للقادم، فلقد أنجزت مهمة عظيمة بتغيير اجتماعي كبير يتمثل بالشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والحقوق والحريات، وأن التغيير الاجتماعي كان أهم منتجات تشرين، ولنا في دور المرأة الكبير الذي حصل مجتمعيا وفي دور الشباب المفتقد سابقا خير دليل. من جهتها كتبت عالمة الاجتماع زهراء علي عن الخيال النسوي في انتفاضة تشرين بأنها تحدت سياسة الموت، كما أنشئت مسارح وسينمات في ساحة التحرير عرضت فيها مختلف أنواع الدراما، واستملت الأنشطة الجماعية في الساحة على الجلوس والقراءة من مختلف المكتبات المجانية والاستماع لمحاضرات قدمها كتاب ومثقفون ومحبون للثقافة والمشاركة في نقاشات، ونظمت ورش الرسم والفنون في الشوارع وعند جبل أحد وفي النفق المحيط بالساحة علقت فيه مختلف أشكال الفنون، استعرض بعضها مشاهد للوحدة الوطنية فيما ندد بعضها الآخر بالقمع وقتل المتظاهرين، فيما احتفت أخرى بالنساء والشباب وشهداء التظاهر، وأوضحت أن أغلب النساء اللاتي شاركن في الانتفاضة كانت مشاركتهن من أجل التنديد بالعنف الذي نال من المتظاهرين، وأنهن لم يختلفن عن جموع الأفراد من مختلف الخلفيات الاجتماعية والتعليمية والإيديولوجية الذين شاركوا في الاحتجاج في الشوارع وعبر الفضاء الإلكتروني احتجاجا على مقتل المتظاهرين العزل. إلى صحيفة طريق الشعب، حيث يبرز الكاتب محمد التميمي تدهور حقوق الإنسان في العراق، إذ يواصل النظام قمعه ضد المعارضين والصحفيين من خلال الاعتقالات العشوائية واستخدام العنف المفرط. أثبت النظام السياسي أنه لا يتعلم من الأخطاء، بل يستمر في نهج المحاصصة والفساد. يشير المقال إلى تجاهل الحكومة لحقوق التعبير، حيث تمتلئ السجون بالناشطين بسبب آرائهم في مؤشر على تفاقم الأزمة السياسية. ويؤكد الكاتب أن فشل الحكومة في محاسبة المسؤولين عن جرائم القمع يظهر استمرارية النهج الاستبدادي، ويحمل الكاتب الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية القمع، حيث تستخدم أساليب ترهيبية لفرض السيطرة على الشارع. في خضم ذلك تنامت الدعوات لإصلاح النظام السياسي والتخلص من الطائفية، لكن النظام يواصل تكرار نفس الأخطاء. يسلط المقال الضوء على جيل شبابي غاضب تشكل منذ الانتفاضة، وقد يصبح شرارة لموجة احتجاجات جديدة. ورغم مرور 5 سنوات لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة، بدءا من القمع المفرط للاحتجاجات، مرورا بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وصولا إلى عدم محاسبة المسؤولين عن العنف ومقابلة أصحاب الرأي بالاغتيال أو الدعاوى الكيدية بأفضل الأحوال. كل هذا والمزيد دفع باتجاه تصاعد الدعوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان
وضمان العدالة للمواطنين. إن هناك استمراراً على نهج الدكتاتورية وتجاهلاً لمعاناة الشعب وإغالاً في التضييق وتكميم الأفواه، ما دلل على أن المنظومة السياسية لم تتعظ من الدروس السابقة، وهو ما يتجسد بوضوح في حجم القمع الذي جوبهت به الاحتجاجات الأخيرة في مختلف مناطق البلاد. بموازاة هذا، نجد أن الخبرة التي تراكمت عند الشعب تنفجر بأشكال مختلفة، بينما المطالب التي نادى بها المتظاهرون لم يحققها الذين يديرون الحكم، بل أمعنوا بتكريس نهج المحاصصة والفساد وتشريع القوانين وإصدار القرارات التي تحفظ وتضمن لهم بقاءهم في السلطة. المنظومة السياسية التي قتلت الشباب في انتفاضة تشرين ما زالت بعد مرور 5 سنوات مستمرة بسياستها الرعناء التي دمرت حلم آلاف الشباب. البرلمان يعلن الحرب على النساء. علي حسين في صحيفة المدى ينتقد علي حسين تدهور حقوق المرأة في البرلمان العراقي الذي يعكس سوء الإدارة وازدواجية المعايير، حيث تتواطأ الكتل السياسية في فرض قوانين تهمش المرأة وتدعم الفساد. يصف الكاتب البرلمان بأنه مكان للمساومات السياسية، إذ تهيمن المصالح الشخصية والطائفية على حساب القضايا الاجتماعية الهامة مثل حقوق المرأة والعنف الأسري. يشير الكاتب إلى أن النظام السياسي يكرس الوضع القائم لضمان بقاء قوى النفوذ والسيطرة دون اعتبار للمطالب الشعبية. يظهر المقال خيبة الأمل تجاه البرلمان الذي لم يحقق أي إنجازات فيما يخص الحريات، مؤكدا أن النساء ما زلنا يعانين في بيئة سياسية مشحونة بالتمييز. ويرى الكاتب أن البرلمان بات يسعى لإرضاء مصالح الفصائل الموالية لإيران، مما يزيد من الفجوة بين الشعب والحكومة. وأنا أقرأ جدول أعمال برلماننا الموقر لجلسة اليوم الأحد، أيقنت أن الخراب الذي نعيشه هو خراب سياسي بامتياز، فالنواب الشيعة الذين يريدون التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتنازلون للنواب السنة الذين يطالبون بإقرار قانون العفو العام، وسيجاملون النواب الأكراد من أجل إقرار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها. البرلمان الذي لم يستطع انتخاب رئيس له لأن بعض الكتل تريد إعادة محمود المشهداني إلى الواجهة، هؤلاء وجدناهم يسرعون إلى قبة البرلمان من أجل أن تبقى المرأة مجرد هامش في المجتمع. تخيل جنابك أن برلمانا يعترض فيه أكثر من 120 نائبا على تعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن المتحكم بأمور البرلمان محسن المندلاوي يرفض الاستماع إلى أصوات المعترضين ويقرر العبث بأحوال وأمور نسوة العراق، بينما الكتل السياسية قررت الصمت لأن السكوت من ذهب ومناصب وامتيازات. ليس لدي موقف شخصي من البرلمان، ولكنني أرى أنه يجسد ذلك التناقض المخيف في التعامل مع قضايا المرأة. وربما يقول البعض إن المرأة في العراق تحتل منذ سنوات ربع مقاعد البرلمان، لكن يا سادة، للأسف تتشكل الحكومات وتنحل من دون أن ينتبه أحد إلى أن المرأة يجب أن تكون ممثلة فيها. والمؤسف أنه عندما أعطيت حقها البرلماني طلب منها الساسة أن تظل مجرد رقم على الهامش. لماذا استخدمت إسرائيل أجواء العراق لضرب إيران؟ رأي القدس في صحيفة القدس العربي يناقش هذا المقال استخدام إسرائيل للأجواء العراقية لضرب إيران، مما يوضح ضعف سيادة العراق واعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على المجال الجوي العراقي. ترى الصحيفة أن الحكومة العراقية تفتقر للقدرة على منع هذه الانتهاكات، مما يعكس ضعف سيطرتها الداخلية والخارجية. يبرز المقال الهيمنة الإيرانية على الساحة العراقية من خلال دعم الميليشيات، مما يجعل العراق ساحة لصراعات خارجية غير خاضعة لسيادته. ويشير المقال إلى دور الولايات المتحدة في تعزيز النفوذ الإيراني، حيث تغض الطرف عن سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران. يرى الكاتب أن قوى السلطة العراقية عاجزة عن ضبط الأمور، مما يترك المجال مفتوحاً للصراعات الإقليمية
على حساب سيادة العراق. يحمل استخدام المجال الجوي العراقي ضمن السياقات الآنفة معاني مختلفة يصعب على الجميع التصريح عنها، فتمكن قراءته باعتباره استمراراً للاحتلال الأمريكي لأجواء العراق، أو باعتبار الهجوم شكلاً من أشكال الإدارة الأمريكية المتوازنة لاحتواء الصراع، وهو ما عبرت عنه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليقه على ما جرى حين قال: استهدف الإسرائيليون مواقع عسكرية فقط، وآملوا أن يكون هذا آخر تبادل للضربات بين تل أبيب وطهران. وبهذه الحالة فإن استخدام الأجواء العراقية التي تحكمها حكومة قريبة من إيران كان جزءا من تسوية ضمنية مؤقتة للنزاع لا تفسد المجال الجوي للانتخابات الأمريكية ولا تجبر إيران على الرد على إسرائيل، وفي أثناء ذلك تستمر معارك الأطراف والمذابح في غزة ولبنان. تساءلت مجلة نيوزويك في تقرير عده بيتر إيتكن عن إمكانية خسارة المرشح الديمقراطية كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية بسبب أصوات المسلمين في ميشغان، وقال فيه إن هاريس تواجه على ما يبدو معارضة واضحة من الناخبين العرب والمسلمين، حيث تستمر في خوض منافسة محتدمة في ولاية ميشغان وفي الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية لهذا العام. وتعتبر ميشغان من الولايات المتأرجحة ذات أكبر تركيز للناخبين المسلمين، وهي المجموعة التي دعمت الديمقراطيين بأغلبية ساحقة في السباقات الرئاسية الأخيرة. ومع ذلك فقد ابتعدت شرائح كبيرة من هؤلاء الناخبين عن الحزب الديمقراطي بسبب تعامل إدارة بايدن هاريس مع الأزمة الإنسانية في غزة. يبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة حسب الإحصاء الوطني 4,500,000 يعيش ربعهم في ميشيغان. وفي الوقت نفسه أدى الاستياء بين الناخبين المسلمين في ميشيغان بسبب الطريقة التي تعامل بها بايدن وهاريس مع غزة إلى تصويت احتجاج أثناء الانتخابات التمهيدية فيما عرفت بحركة غير ملتزم، وخسر بايدن أصوات سكان ديربورن ذات الغالبية المسلمة. وقال مكتب رئيس عمدة ديربورن عبد الله حمود إنه ليس لديه تعليق أو رؤية عندما تم الاتصال به. وقالت مجموعة تخلوا عن هاريس والتي تشمل على تحالف من الحقوق المدنية في أمريكا إن سياسة الإدارة من الموت في غزة هي الدافع الرئيس لمعاقبة هاريس. وقد دعمت المجموعة مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، ويرى المحللون السياسيون هذه الولايات مرة أخرى على أنها المسار الأكثر وضوحاً للفوز لهاريس. إن الفشل في الفوز بهذه الولايات من شأنه أن يجعل من الصعب جدا على هاريس الفوز في الانتخابات الرئاسية. وتواصل حملة هاريس زيادة استثمارها المالية من 6 أرقام في التواصل الرقمي مع الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين، بما في ذلك واتساب ومشاركة رسائل الحملة والإعلانات المستهدفة للوصول إلى نفس هؤلاء الناخبين عبر الإنترنت. أما الآن فنبقى وإياكم مع فقرة الكاريكاتير. شهدت العاصمة البوسنية سراييفو الأحد مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتجمع المشاركون في المظاهرة في ساحة باساكريسيا التاريخية في العاصمة سراييفو ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات المناهضة لإسرائيل. وردد المتظاهرون الذين حملوا دما تمثل الأطفال الذين قتلوا في غزة هتافات مثل فلسطين حرة وغزة حرة وأوقفوا الإبادة الجماعية، وطالبوا بوقف فوري
لإطلاق النار في غزة. والآن نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. والله البيئة طبعا ما صالحة أصلا عشان الزول يقعد يعيش فيها، يعني هسي قاعدين يعني في أوغندا بس للأمن. أنا جيت من السودان لأوغندا هنا بسبب الحرب الدائرة حاليا في السودان، وطلعت بنفس الشارع الأغلب الناس حاليا في أوغندا جات بيه اللي هو بجنوب السودان. بنتمنى إنه أول حاجة الحرب تقيف، لأنه حاليا من دون مصدر دخل ما في حاجة بتساعدك. وهنا في الستن بتاع كرياندانجو غير المنظم هنا بتديك 14 شيلينج، ما يعني ما بسوي لك شيء. ونحن كشباب دارين نكمل دراستنا، فبنتمنى انه السودان يقيف، يا رجعنا لجامعاتنا يا عملوا لنا هذا التوطين او لقينا منحه اخرى انه نقدر نكمل قرايتنا برا. هنا ما في وظائف، في دوله اوغندا ما في وظائف للاجئين، وهم بعانوا جدا في انه ياكلوا كيف، يشربوا كيف، حتى المويه في كل الكلسترات ما موجوده. زول بيشيل باغات وبيمشي مشوار طويل، ممكن الغلو كرجاكه يشيل منها مويه او بير من الابار الناي، لكن هي مزاره صعبه لانه بيمشي مشوار بيكون شايل له باغتين عشان يشرب اولاده. واحده من الصعوبات انه الايجارات مرتفعه شديد صراحه، ويعني الناس لازم يكون عندها مصدر دخل عشان تقدر تحقق منه وتقدر تصرف منه المصروفات اليوميه بتاعتها، ويعني تقدر تواكب معاه الإيجارات، تقدر تواكب معاه المصروفات بتاعت العيش المعيشة اليومية. هنا يوغندا عموما ما في فرص بتاعت شغل، يعني ما في فرص بتاعت شغل متوفرة للخريجين وكده. وعموما البلد هنا المجالات فيها صعب إنك تلقى شغل، فعشان أقدر أمشي أموري مثلا أقدر يعني إنه أنا ما أكون قاعدة ساي في البيت، فبيضطريت إنه يعني أعمل أي حاجة على أساس إنه ألقي منها دخل وأقدر أعتمد على نفسي. الوضع صعب شديد، يعني إنك أنت تكون قاعد في بيت معمول من المشمع وتكون النوم في الأرض، من نوم في فرشات وفي بطاطين، فالوضع يعني صعب شديد. زائد انه العماله شبه مستحيله، كونك انت تلقى لك شغل عشان تقدر تصرف منه على نفسك ساي، فهذه بحد ذاتها صعبه شديد. لانه احنا شباب يعني الواحد سنجل، لكن يعني مواجهنا صعوبات في الحاجه دي. المنظمه ذاتها يعني الدعم اللي تدينا له يعني ما بكفيك لمده اسبوع، ده لو انت قررت على نفسك. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.